الجواب رجعنا لكم وطلعت موهود. انا طلعت برا. بتستو تفكرون ندر؟ شوف اللافا وين، شوف كله لافا. اسمع الاصوات، طلعت اللعبة جديدة. ماما لعبت ماينكرافت جديدة، تحملت مو جديدة انه هيك متحملة اصلا، ما في ولا واحد جديدة. اسمع اصوات السبايدر وهيك، وانا استديت لانه صار معونة. معونة طلعونا من هذا المكان. ولا اسمعوا عو 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 هون المكان. فطير عو 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 تمام. جيت شوف شخصيتي الجديدة، هاي شفتوها بس ما بس ترجعوا. إذا حدا ما تابع فيديوهاتي تابعوهم. وهذا الفيديو اللي لقيته لهذا تابعوني فيه. أول شي حذرعه هذا. اوف عندي صوت اني غنشي بس ببصر. درع كان حكون صديقكم. انه هذا يا شخص حبيبي بجوين ايش اسمه بيكوين مين ايش اسمه انسان. وحتى البس وجيب الدرع لا احمي حالي اذا حرفت التنين ايدي انه انا عم طير. مين الو شو الو عداد عزلت ورق بحكي لسكوت. انت لسكوت فاضي بس مو حلو. واش عون والله تعال 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 حبيبي والله يشوفك عدتي عارف فيك يحبك ولا يصير انا خاني. شو عولت شو عولت بعرف شو عولت كشوفني وك كشوفني شو كشفتك ايه كشفتك كنت خادم عنك ولا تحلم انت خادمي طوع طوع خد فيه مو بدي الا ما بدي الا ما بدي روح 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 ما بدي ما بدي حبيبي ها هذا شو ما وا 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 بدي يكون مكان مليان ما بدهم
الطير ولا نشو؟ انت هتفوز او انا؟ شو ليه؟ هتكون ضدك وانت ضدك، هتخسر وتصير خامي. اكيد انت هتخسر وتصير خامي. ولا تحلم، انا اسطورة. شو انت؟ انا موحم، ما بتعرفني تحب. شو لو كنت عم بمزح معه؟ صدق حالي يلعب معي، ما راح يلعبوا معي ولا يوم يلعب معي. ابخب لعبوا معي لانه و كتير مب ولا ما بحلم فيه انه هو دوبي. نكتة 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 نكتة. جلايل جلايل بعود بعونا بح. طيب جلايل واو أصمد أصمد بالجلايل جل لا اسمع خلاص. او 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 وديش الكاميرا بلاي هيكون اوب. العار الانتقال الشرير هذا بحط جلايلو. ليه ما بعرف حط جلايلو؟ لو حطه انا صراحة افضل. ما تعلمهم هلا حط الجلاي. اوعى 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 عداد تعال. اوعى اوعى تعال عداد. خلاص ما تروح، تعال روح روح نعدتي مكاني. لا هذا مكاني اصلا، هذا مكان بابا. ما تحلم يكون له ابوك. شو روح 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 عاد عاد مكانه. ما بقصر مجنون انا. يا بنت الصبيان يا بنت الفستان تعال من بدي شو اعمل شنو اعمل يا بنت الصبيان. ما اسمع يا بنت الصبيان. ما احنا ما احنا ده يا بنت السلطان. بتعال نعمل بدي شو كمان. يلا وعيش معهم. او 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 شو او ما او او ما ما او ما التوب. استم عمي استم عمي استم عمي اي اي استم عمي باندك. وين الباندك؟ تعرف وينه؟ وين الباندك؟ يا بت يا بت السلطان
بس هنحسن ليه؟ اوه بيكون الشيء دم دبل كوبي دبل كوبي يا دم. روح روح جمع الكل. شو بدي اعمل فيه؟ تعب هذا المكان خلاص ما اعتقد ليه يكون لبي عندي. مخيف 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 هذا يا بنت السلطان بدي عم عو 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 في بار انت من يا بنت السلطان تعم علي يا بابا عو 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 يا بنت السلطان تعمن علي يستبت يستبت ادروا او 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 واه وش واه وش ماما فينا حط غنياته؟ وين؟ شو شي؟ بس بدي خليها فيديو بس مشان يعرفوا اني اغنية بحبها شو الاغنية ببعث لكم رابط اغنياتي ببعث لكم اسم اغنياتي اسمه اغنيات اسطورية اتمنى تعرفوا عنوان شيء يا ها ما ما يلا يلا شو بدون ما تشوف. هاي اغنياتي المفضلة هاي اغنية المفضلة اغنيات اللي هم قناة تاني واه 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 الماي واه واه الماي